بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي المقبلين على اختبارات التحصيلي. الآن موعدنا مع تكملة لسلسلة دروس تجميعات التحصيلي من عام 2019. الآن موعدنا مع تجميعات يوم السبت. بنحب نأكد إن كل التجميعات موجودة في هذا الكتاب الهام من هنا نبدأ التحصيلي، الإصدار باللغة العربية والإصدار الثاني باللغة الإنجليزية، الامتياز في الـ SAAT. مع هذا السؤال الهام بيقول هنا ما قيمة log 1/32 للأساس 2؟ بطريقة سهلة كده لما يطلب مني سؤال في اللوغاريتمات بقول كده log 1/32 للأساس 2 أساوي المقدار ده إيه؟ بقيمة اسمها إكس، وأعمل إيه؟ أحول من log إلى أس. طبعا الأساس اللي تحت ده يظل تحت كما هو، يبقى هنا 2 أس إكس تساوي 1/32. انتوا عارفين طبعا ان ال 32 لما حولها الى اسس هي عبارة عن 2 اس كام؟ 2 اس 5. كلام صحيح، بس مشكلة ان ال 32 تحت ما اقدرش اخليها 2 اس 5، لازم ارفعها فوق، ولما ترفع فوق ترفع باس ايه؟ باس سالب. ايه اللي انا عملته هنا؟ انا حللت ال 32 هذه خليتها 2 اس كام؟ اس 5، ولكن هي تحت لما ارجيها فوق تطلع بأس ايه؟ بأس سالب. عندنا قاعدة بتقول إذا كان الأساس قد الأساس فإن الأس قد الأس. يعني هنا قيمة اللوغاريتم هنا هيساوي كام؟ هيساوي سالب 5، وأختار د. نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال السهل من تجميعات يوم السبت ومتكرر في اختبارات العام الماضي. بيقول هنا النقطة 6 و2 هي صورة النقطة 4 و5 بأي إزاحة؟ تعال نكتب السؤال كده بصورة مميزة شوية. بيقول النقطة دي هي الصورة وهذه الأصل، يعني النقطة الأصلية 4 و5 أصبحت بعد عملية الإزاحة أصبحت 6 و2. إيه اللي حصل؟ هنا المسقط الأول كان 4 صار 6، يعني هنا إكس زودنا عليها 2. طب والواي كانت 5 أصبحت 2، يعني معنى ذلك إن الواي نقصنا منها كام؟ 3. يعني الإزاحة اللي حصلت الآن النقطة 4 تحركت خطوتين جهة اليمين، والخمسة تحركت 3 خطوات ايه؟ لأسفل. يبقى عندي هنا x زائد 2 وy ناقص 3، واختار مين؟ واختار ألف. سؤال آخر على اللوغاريتمات، بيقول هنا ما قيمة لوغاريتم 5 لأساس 125؟ تعال نكتب المسألة زي ما تعلمنا في السؤال الماضي. يبقى أنا هنا هقول log 5 لأساس 125، اسمي ده كله بكام؟ قيمته ب اكس، واحول من لوج الى ايه؟ الى اسس. طبعا الاساس اللي هو تحت ده 125 اخليه تحت كما هو، يبقى 125 اس اكس ابدل هدول مكان بعض هيساوي كام؟ هيساوي 5. طبعا انتوا عارفين ان ال 125 هي اخت الخمسة لان هي 5 اس كام؟ اس 3. يبقى اعيد كتابة ال 125 واخليها 5 اس 3، وهنا الاس كمان اكس، يبقى 5 اس 3 اكس، هنا يساوي 5 أس كام؟ 5 أس 1. إذا كان الأساس قد الأساس فإن الأس قد الأس، يعني 3x يساوي 1. أقسم على 3 يبقى إذا هنا x هيساوي 1/3 اللي هي ثلث. كده قيمة الـ x تساوي 1/3، وبكده أختار ألف. نلتقي قريبا إن شاء الله مع تكملة لسلسلة دروس تجميعات التحصيلي من عام 2019. شكرا والسلام عليكم.